صباح الخير، كيف أخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين وين ما كنتم، يا رب تكونوا بخير بصحة وعافية وسلام. في الفيديو بتاع الليلة حابة أن أنا أتكلم عن طريقة استخدام خلطة الدخان. في واحدة سألتني كيف الواحد ممكن يستخدمه، أجاوب على السؤال ده. فإحنا بنستخدم خلطة الدخان للدخان قبل ما نقعد في الدخان. فطريقة الاستعمال بيكون قبل ما الواحدة تقعد في الدخان، تاخدي شاور وبعد كده تجي تجهزي نفسك تتمسحي بالخلطة دي وبعد كده تقعدي في الدخان. ليه؟ علشان بيدي نضارة ونعومة وبيحافظ على الرطوبة بتاع جسمك عشان ما يكون في جفاف، عشان جسمك ما يمر بجفاف، فده بيحافظ لكي. وكمان بيخلي الدخان اللي بيطلع يتشرب في جسمك ويطلع القشرة الخلايا الميتة. فيلا معايا أوريكم المحل بتاعت الدخان. الدخان السوداني بالنسبة لنا كسودانيين زي الساونا، ولكن اللي بيفرق الدخان بتاعنا والساونا هو الحطب، حطب الطلح اللي انتو شايفينه ده، ده اللي بيفرق ما بين الساونا وما بين الدخان السوداني. في الساونا طبعا الواحد بيقعد في الساونا وبيخش الساونا بيطلع من خير اي ريحة في جسمه، وبياخد الليف المخربية وبيدعك جسمه وبيطلع وبيرطب جسمه وشكرا. انما الدخان السوداني تقعد في الدخان نار بتطلع من الدخان وانت ريحتك موحدة، يعني كلها كده حلوة وواخدة لون ونضارة ونعومة بالخلطة بتاعت الدخان. فبكل بساطة ده الدخان بتاعنا السوداني. طبعا الناس العايشة برا ما بتقدر تحفر ليها حفرة، فبتجيب حاجة زي دي، تمام، اسمها الرحالة. الرحالة دي بنجيبها وبنخط جواها حطب الطلح بالشكل ده، اوكي، بالشكل ده، وبعد كده بنولع فحميات بالشكل ده. الفحم ده بنولعه في النار وبنجي نخطها في الحطب بالشكل ده كده، اوكي، بنخطها بالشكل ده كده. طبعا النار هيكون مولع، بس انا هسه بديكم فكرة عن الموضوع بيكون كيف. النار بيكون مولع والحطب ده بيبدأ يطلع دخان بوخ كده هتشوفيه. لو كنا في السودان هيكون ده كله في حفرة تحت الأرض، وبنعمل نفس الطريقة، بنخط الحطب، بنجيب الفحم، بنخطه في الحفرة وبنولع الحفرة وبنقعد في الدخان. بس قبل ما بنقعد في الدخان بنجيب الخلطة بتاعت الدخان اللي هي اللي أنا عملت فيديو عنها، خلطة الدخان. بتتمسح الخلطة دي كلها في جسمك حتى بعد كده تيجي تقعدي في الدخان. ليه؟ علشان الدخان يتشرب في جسمك ويوحد لونك ويحافظ على الرطوبة بتاعت الدخان، علشان جسمك ما يتشقق وما يكون في جفاف. الخلطة دي بتحافظ على ده كله من ان جسمك ما يكون فيه اي جفاف. طيب ده السيت اب بتاعت الدخان كله زي ما انتو شايفين، ده بيكون مولع، اوكي، وده الواحد بيقعد فيه، وده بتخط عليه رجلينك، تخطي رجلك هنا في الحتة دي وانت بتكوني اوريدي خلاص ممسحة جاهزة. وحورك حاجة تانية، وديل اللي بتتخط بيهم يكون عندك قماشة او نقول عليها قطعة او نقول عليها ما اعرف اقول لكم شنو، ولكن عندك خطة، الخطة بتتخط بيه يكون ناعم حزازي، قطع حزاز ناعم. وبتجي يكون عندك بطانية بالشكل ده وبطانية تاني بالشكل ده، بتخطي بيهم كويس عشان الدخان ما يطلع وجسمك يتشرب كويس وعشان ما يدخل لك هوا. فده اللي احنا بنستخدم. طيب طبعا اي واحدة بيكون عندها حاجة مختلفة بتتخطي بيها بتاعت الدخان، ممكن يكون عندك قطع ناعمة تتخطي بها الأول في جسمك، وبعد كده يكون عندك بطانية
اوكي، كم بطانية مثلا تتخطي بيهم كويس عشان تخلي الدخان يتشرب في جسمك. في الخلاصة حابة أقول إن إحنا بنستخدم خلطة الدخان للدخان قبل ما نقعد في الدخان. أيوة، فطريقة الاستعمال بيكون قبل ما الوحدة تقعد في الدخان، تاخدي شاور وبعد كده تجي تجهزي نفسك تتمسحي بالخلطة دي وبعد كده تقعدي في الدخان. وطول ما انت قاعدة في الدخان بتشيلي شوية تتمسحي، تخليه يتشرب في جسمك شوية وتاني تشيلي تتمسحي، بتاخدي بريك مثلا يعني 5 دقايق 10 دقايق وتيجي تقعدي في الدخان تاني تتمسحي. كل ما بتقعدي بتتمسحي من الخلطة دي، ليه؟ علشان تحافظي على الرطوبة بتاع جسمك والنعومة، وان الدخان يتشرب في جسمك كويس، الريحة تطلع كده حلوة منك وكده. وما تنسوا تضغطوا على اللايك باتن لو الفيديو ده عجبكم واستفدتوا حاجة. عشان أعرف إن الفيديو ده عجبكم اضغطوا على اللايك باتن واعملوا سبسكرايب واضغطوا على الجرس عشان أول ما أنزل حاجة جديدة تكونوا أنتوا أوائل الناس اللي يصلكم نوتيفيكيشن، واعملوا شير مع الناس اللي بتحب الدخان. عايزاكم توريني في الكومنتس حابين تشوفوا شنو في القناة بتاعتي، لأنه أنا أحيانا بعمل الفيديوهات على حسب الأسئلة اللي بتجيني واحيانا على حسب الحاجات اللي انا حابه ان انا اوريكم ليها. فانا حابه اسمع منكم انتوا عايزين تشوفوا شنو. ولحد كده اقول لكم شكرا ومع السلامه لحد الفيديو اللي جاي.